أحال مجلس شيوخ الدراسة المقدمة بشأن تفعيل دور التعاونيات في مصر وتقرير اللجنة المشتركة ومناقشات الأعضاء وتعقيب الحكومة إلى رئيس الجمهورية. وأجمع النواب خلال المناقشات على أهمية التوصيات التي انتهت إليها الدراسة، وفي مقدمتها إعداد قانون موحد للتعاونيات في مصر. جلسة جديدة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق استكمل خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة حول تفعيل دور التعاونيات في مصر. الجلسة شهدت الموافقة على الدراسة محل النقاش الذي استمر على مدار يومين وتم رفعها إلى رئيس الجمهورية. هدفنا أن احنا كيف نفعل هذا التقرير ينعكس إيجابا على صالح المواطنين، وخاصة نحن في ظروف أحوج إلى دور قطاع التعاونيات. بأكد على ما ذكر على لسان بعض الزملاء أو أعضاء المجلس أن ضرورة إعادة النظر في إصدار تشريع تعاوني موحد وتوفير مصادر تمويلية، لأن يمكن التمويل من أهم النقاط اللي احنا محتاجين ننظر ليها، وطبعا إعادة بناء المنظمات التعاونية من القاعدة على أساس ديمقراطي سليم. الحكومة أكدت أنها بصدد إطلاق استراتيجية بشأن التعاونيات، مؤكدة أنه سيتم الاستفادة من الدراسة المقدمة من المجلس في هذه الاستراتيجية. وخلال الجلسة أشاد رئيس مجلس الشيوخ بدور المجلس في إنجاز كافة مشروعات القوانين التي عرضت عليه، وذلك خلال دوري الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول. قد كان نواب المجلس على اختلاف انتماءاتهم السياسية والحزبية على قدر المسؤولية والفهم العميق لطبيعة المرحلة وتحدياتها ومستجدات الواقع ومتطلباته، والتي تحتم علينا العمل سويا لدعم استراتيجية التنمية الوطنية المستدامة والحفاظ على ثوابت الدولة التي أرسى داعمها وصاغ ملامحها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الجلسة شهدت أيضا الموافقة على إحالة التقارير الصادرة عن اللجان النوعية إلى الحكومة مباشرة لاتخاذ ما ورد بها من توصيات. وفيما يتعلق بالموضوعات التي تمت إحالتها للجان النوعية لإعداد تقارير حولها، وافق مجلس الشيوخ على تفويض هيئة مكتب المجلس في إحالتها للحكومة بعد الانتهاء منها مباشرة. وفي ختام الجلسة أعلن رئيس مجلس الشيوخ فض دوري الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول، وذلك بعد موافقة أعضاء المجلس.